طبعا دلوقتي عايزين نتكلم بقى على اتجاه الايه القوة الدافعة الكهربية واتجاه التيار اللي هيتولد نتيجة ان الفاكس بيحاول يزيد او يقل. وهنا بنرجع الى الستيتمنت بتاعت لينز، ستيتمنت اللي هي بتقول انه القوة الدافعة الكهربية هي عبارة عن سالب دي فاي باي دي تي. طب يعني ايه هنا اشارة سالبة؟ يعني ايه اشارة سالبة؟ هنا بكل بساطة ان انت لو الفلكس بيحاول يزيد فيتولد فيلد يولد فلكس بحيث يعاكس زيادة الفلكس اللي هتحصل، والعكس صحيح في حالة ان الفلكس عايز يقل فيتولد فيلد يدعم الفلكس بحيث ما يقلش، يدعم الفلكس بحيث ما يقلش. طيب يعني ايه؟ يعني مثلا لو انا عندي لوب بالمنظر ده كده، اوكي، والفلكس بتاعي اللي بيخترق اللوب اتجاهه بالمنظر ده، والفلكس ده قيمته بتزيد مع الزمن، قيمته بتزيد مع الزمن، فقال لك يبقى يتولد induced field. خلاص يبقى ده الاخضر ده هو الانديوز اللي هيتولد علشان يعاكس زياده الفلكس ده. كويس. طب اتجاه الانديوزد فيلد اجيبه ازاي؟ قال لك على طول انا بدل ما استخدم قاعده اليد اليمنى، قاعده الايه؟ اليد اليمنى، عشان الفلكس يبقى باصص لتحت، تمام؟ هقول مثلا عندي اتجاه التيار بالمنظر ده كده، يبقى احط اتجاه الابهام، اتجاه صبع الابهام معايا، تمام، مع اتجاه التيار، وبعدين ايدك صوابع ايدك اتجاهها. لو انت حطيت صابع الابهام معايا تلاقي ايدك اتجاه الايه، صابع الابهام بتشير لفوق، صح كده؟ يبقى التواضع ده غلط، يبقى المفروض اتجاه التيار بالمنظر ده هو. اتجاه التيار بالمنظر ده هو، يبقى انا لو حطيت اتجاه التيار مع الابهام هلاقي ان الفلكس بتاعي بيخترق اللوب لتحت، يديني اتجاه السهم الاخضر. يبقى الوقت اذا كان ده الفلكس وبيحاول يزيد جوه اللوب مع الزمن هتولد فيلد اتجاهه ايه؟ اتجاهه عكس الزياده دي، وهيبقى اتجاه التيار بالمنظر ده، فيبقى اتجاه التيار بالمنظر ده كده زي ما انا رسمه كده، يبقى هيتحرك من النقطة الموجبة، يبقى ده النقطة الموجبة ودي النقطة السالبة. يبقى ده الاتجاه أو البولاريتي بتاعت الإشارة بتاعت القوة الدافعة اللي هتتولد. واحد يقول طب أنا دلوقتي الفلكس بيقل، الفلكس بي إيه؟ بيقل، صح كده؟ وده شيء طبيعي لأن اللوب زي ما اتفقنا في الاتجاه الشكل اللي فات إن هي عمالة بتتحرك، فالفلكس مرة بيزيد ومرة بي إيه؟ بيقل. فهرجع نرسم نفس اللوب في بوزيشن تاني مثلا، وليكن الفلكس في الحاله دي بيقل، على اساس ان انا عندي بقى القطبين فوق وتحت، معلش القطبين بتاعي فوق وايه وتحت، فالفلكس هنا بيقل، مش كده ولا لا؟ فالفلكس بيحاول يقل فيتولد قوه دفع كهربيه، واخد بالك، تعاكس الالالين، تعاكس الايه؟ الالالين بالمنظر ده كده، فيتولد جهد بالمنظر ده، يتولد جهد بالايه؟ تيار بالمنظر ده كده. طب ليه تولد التيار بالمنظر ده كده؟ علشان يولد لي فيلد يدعم الفيلد الايه؟ الاولاني. كي يدعم الايه؟ الفيلد، يبقى اتجاه الفيلد يعمل كده مع اتجاه الفيلد الاحمر اللي هو اصلا جاي من جاي من القطبين، القطب الشمالي والقطب الايه؟ الجنوبي للمغناطيسي. يبقى اتجاه الانديوزد فيلد، الانديوزد فيلد وده الفيلد بتاع المغناطيسي الموجود، اتجاه الانديوزد فيلد بيدعم الفيلد اللي جاي من المغناطيس عشان قيمته بتحاول انها تقل، لكن هنا بتعكسه عشان بتحاول انها تزيد. قال له معنى الكلام ده ان الجهد اللي انت بتحصل عليه نتيجه تحول الطاقه الحركيه مع المغناطيس هو تيار متردد او جهد متردد. يعني ايه تيار متردد؟ يعني البولاريتي بتاعته عماله تختلف، وده فعلا المولد اي طاقه تحط الفيشه بتاعتك في اي بريده تلاقي ان الجهد اللي بيتولد لك جهد اي سي مش جهد ايه؟ دي سي، لان الحقيقه حركه اللوب جوه المغناطيس بتحاول مره الفلكس بيزيد مره الفلكس بيقل، وبالتالي يبقى القوه الدافعه مره بتزيد ومره بتايه بتقل، او بمعنى اخر اشارتها البولاريتي بتاعتها عماله بتايه بتتغير، ويبقى عندي معدل تغير الفلكس بالنسبه للزمن يساوي ابساي ومع اشاره ايه؟ اشاره سالبه. اتمنى فهمت دلوقتي ازاي تقدروا تحسبوا في انديوزد فيلد والانديوزد اي ام اف واتجاه التيار وعلاقته ايه بقيمه الفلكس وهي بتحاول تزيد وهي بتحاول ايه تقل. بالحدوته دي بقى قفلنا احنا المحاضره اللي احنا فسرنا يعني ايه فاراديز لو، وقلنا فاراديز لو تاني نرجع نقول عليها عباره عن كيرلي اي يساوي ماينس بارشال بي بارشال تي، وانه تولد تغير المجال المغناطيسي مع
الزمن بيؤدي إلى تولد تيار تولد جهد كهربي induced electric field. الحقيقة بنفس الشكل في عندي أمبيرز لو. طبعا أمبير لو عبارة عن إيه؟ عبارة عن إيه أمبير لو لو تفتكروا؟ قانون أمبير كان عبارة عن تكامل H ضد DL يساوي I انكروز. ده عبارة عن قانون أمبير. وإحنا لسه عاملين من شوية ستوك سيري بتعمل إيه؟ ستوك سيري بتحول التكامل على خط لتكامل على سطح. فتقول بقى ما كامل على خط كامل على إيه؟ على سطح، بدل ما كامل الإتش هيكامل الكيرل بتاعه. لسه قايلها من شوية. طب إيه هو التيار اللي ماشي جوه سلك؟ لما يكون عندي سلك تمام وتيار ماشي جوه، ممكن أقول والله التكامل للكرنت دنسيتي جي ضد دي اس. ممكن أقول كده. يبقى أنا جبت قانون أمبير اللي إحنا عارفينه وحولت التكامل الخطي لتكامل سطحي عن طريق اتش بقت كيرل الاتش، وحولت الاي اللي هو تكامل كثافه التوزيع الكرنت السطحيه على سطح الكروس سكشن بتاعه التيار. وبالتالي بقى عندي معادله بتقول، اكتبها تاني، تكامل سطحي لكيرل الاتش ضد دي اس يساوي تكامل سطحي للجي ضد دي اس. اشيل بقى التكامل السطحي وصف التكامل السطحي، يبقى لي هنا معادله امبير تمام كده، اللي هي عباره عن كيرل الاتش يساوي جي، كيرل الاتش يساوي جي. طيب هو ده امبير. قال لي طب انا لو انا خدت نفس الفكره بتاعت فرادي، نفس الفكره بتاعت فرادي. قال لي ايه نفس الفكره بتاعت فرادي؟ قال لي انه في عندي تيار بينشا نتيجه كيرل الاتش، في عندي حاجه اسمها displacement current. displacement current ممكن اقول partial d partial t يديني كيرل الاتش. بص كده على معادله فرادي تاني، كيرل الاي يدي بي مع الزمن، او معدل تغير البي مع الزمن يدي اي. بنفس الطريقه اذا كان البي بيؤدي الى الاي، فالدي هيؤدي الى الاتش. الدي هيؤدي لايه؟ الاتش. فانت لو جبت الالكتريك فيلد وغيرته مع الزمن هيؤدي الكلام ده الى ظهور اتش، زي ما كان الماجنتيك فيلد بيتغير مع الزمن يدي اي. فده بيسموه بقى موديفايد امبيرز. يبقى قانون امبير احنا عارفينه، لكن القانون المعدل بتاع امبير ان انا ضفت على الكارنت، ضفت عليه حاجه اسمها displacement current. displacement current يبقى اي تغير للدي مع الزمن ينشا عنه ايه؟ اتش. طب نرجع بقى بالمعالج، طبعا دي اسمها الايه؟ الديفرنشال فورم بتاعت امبير، موديفايد ديفرنشال فورم. هي الانتجرال فورم كانت بتقول ايه؟ ها الانتجرال فورم، رجع كده الفورم تاني. هرجع بقى التكامل السطحي ده هرجعه زي ما كان، زائد التكامل السطحي ده، مش ده تكامل سطحي؟ التكامل السطحي لدي اس زائد التكامل السطحي لبارشال دي بارشال تي، ما انا هاخد تكامل سطحي لكله. فالتكامل السطحي ده هرجعه لتكامل خطي اتش ضد دي ال، ده قانون امبير اهو. هنا هيبقى عندي اي صح كده، زائد بص كده دي عباره عن ايه؟ هاخد البارشال مشترك بارشال دي ضد دي اس اللي هي عباره عن بارشال ابشار بارشال ابساي بارشال تي، اللي هو تفاضل الفيد الكهربي بالنسبه للزمن، معدل تغير الفيد الكهربي بالنسبه للزمن ينشا عنه مجال مغناطيسي، زائد ان في تيار كهربي ينشا عنه مجال ايه؟ مجال مغناطيسي بالمنظر ده كده. يبقى ده اسمه قانون امبير او موديفايد امبيرز لو في الديفرنشال فورم والانتجرال فورم. ممكن طبعا تشيل ابساي وتحط مكانها تكامل الدي ضد اس بالمنظر ده، فده يبقى الديفرنشال، ده الانتجرال فورم وده الديفرنشال فورم لموديفايد امبير لو. بكده اتمنى تكونوا استفدتوا من المحاضره اللي هي في الاخر بتتكلم على ايه؟ بتتكلم على مجموعه من المعادلات، مجموعه من المعادلات اللي احنا بنسميها ماكسويلز ايكويشنز. ايه هي ماكسويلز ايكويشنز؟ لو كنا بكل بساطه عباره عن ديف دي يساوي رو في اللي هو عباره عن جاوس لو بس ديفرنشال فور، وديف بي يساوي صفر اللي هو عباره عن الجاوس لو في المغناطيسيه، وايه عباره عن كيرل الاي يساوي ماينس بارشال بي بارشال تي اللي هو قانون فاراداي،
وكيرل الاتش عباره عن اللي هو عباره عن جي زائد بارشال دي بارشال تي. ده عباره عن معادلات ماكسويل في الديفرنشال فورم. الديفرنشال فورم اللي هو اتفقنا ده معادله جاوس لو في الكهربيه، وده جاوس لو في المغناطيسيه، وده عباره عن فاراداي، ده عباره عن موديفايد امبير. طبعا ممكن تتكلم على الصيغه الانتجرال فورم زي ما احنا قلنا قبل كده، عبارة عن أرجع دي للإنتجرال فورم، عبارة عن تكامل. طبعا ده كان تكامل حجمي للديف دي اللي هو عبارة عن تكامل للدي دوت دي اس بتساوي كيو انكلوزد، صح كده؟ ده الصورة الإنتجرال. وهنا تكامل الحجمي طبعا على كلوزد سيرفيس، على كلوزد سيرفيس بي دوت دي اس يساوي كام؟ يساوي صفر. وهنا تكامل الاتش الاي دوت دي ال بيساوي التكامل بتاع الايه؟ السطح رجعته لتكامل خطي هنا، فيبقى التكامل السطحي هنا عباره عن بارشال ابساي بارشال تي. وهنا تكامل برضو للاتش ضد ال بيساوي هيبقى عباره عن اي زائد اي انكلوزد جوه السلك زائد البارشال ابساي، بس هنا مغناطيسيه وهنا ابساي كهربي بالنسبه للتي زي ما احنا شايفين. طبعا هنا الكتريكال وهنا ايه؟ ماجنتيزم. طبعا هنا ده الانتجرال فورم بتاع ماكسويل ايكويشن وديفرنشال فورم بتاع ماكسويل ايكويشن، اللي هو ماكسويل حاول يجمع العلاقات كلها سواء كان في التايم دومين، سواء كان ستاتيك او سواء كان هارمونيك، سواء كان ثابت مع زمن او بيتغير مع زمن. فدي علاقات ماكسويل اللي هي بتجمع كل علاقات الكهربيه والمغناطيسيه وتشوف العلاقه بينهم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.